السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله معانا سنة تانية مع تالت درس من دروس النحو، وهو المجرد والمزيد، وهناخد كمان معاه رابع درس وهو الميزان الصرفي. الاتنين مع بعض وبيكملوا بعض، فهنفهم الاول يا ولاد يعني ايه مجرد ويعني ايه مزيد، وبعد كده هنبدأ في الميزان الصرفي. يعني الافعال يا ولاد بتنقسم من حيث عدد الحروف الى أفعال حروفها حروف مجردة من أي زيادة، وفي أفعال بتكون حروفها مزيدة. تمام كده؟ يعني الأفعال بتنقسم إلى مجرد ومزيد، وتعالوا نبدأ كده في شرح الدرس. المجرد والمزيد عند الأفعال بتنقسم لقسمين: مجرد وهو ما خلت كل حروفه يا أولاد من أحرف الزيادة، وفعل مزيد وهو يعني ما زادت حروفه عن الحروف الأصلية. تمام كده؟ يعني في حروف زيادة يمكن الاستغناء عنها، أما الفعل المجرد يا أولاد فكل حروفه أصلية لا يمكن الاستغناء عن أي حرف منها. تمام؟ كلمة مجرد يعني خالي من حروف الزيادة، كل حروفه أصلية لا يمكن الاستغناء عن أي حرف فيها، زي ما نقول مثلا إيه؟ فهم، خرج. انا ما لا يمكن استغنى عن الفاء او الهاء او الميم، ودي حروف اصليه في الكلمه، كذلك خرج لا يمكن الاستغناء عن اي حرف منها. اما المزيد زي ما اقول مثلا ايه؟ تخرج. لا، التاء هنا زائده والراء هنا مضاعفه زائده، يمكن الاستغناء عن راء واحده منهم. عندي كمان زي ما اقول شارك. عند الالف دي الف زائده. اذا يا اولاد الفعل المجرد هو كل ما خلت حروفه من الزياده، والفعل المزيد هو ما كانت احد حروفه حروف زائده يمكن الاستغناء عنها، وخلوا بالكم من الكلام ده. طيب طبعا المجرد يا اولاد بينقسم لمجرد ثلاثي ومجرد رباعي. مجرد ثلاثي اللي هو مكون من ثلاث حروف فقط، وده اغلب الافعال، وفي مجرد رباعي، وده ما بيكونش كتير قوي، يعني بتكون ايه افعال يعني قليلة مش كتير قوي. مجرد ثلاثي زي ما انا قلت لكم دلوقتي، فهم وخرج وكتب ودخل، كل دي افعال مجردة لا يمكن الاستغناء عن اي حرف منهم. كذلك المجرد الرباعي زي زلزل وسوس وزخرف وطمأن، دي افعال لا يمكن الاستغناء عن اي حرف من حروفها، ولكن هي افعال رباعيه. المجرد ما ينفعش غير ثلاثي ورباعي فقط، ما ينفعش، ما فيش مجرد خماسي ولا في مجرد سداسي. الخماسي والسداسي دائما بيكونوا مزيدين، اما المجرد فهو اما مجرد ثلاثي مكون من ثلاث حروف او مجرد رباعي فقط يا اولاد. تمام كده؟ قصوا عليهم بقى كل الافعال اللي مكونه من ثلاث حروف دي تدخل تحت المجرد الثلاثي، وكل الافعال المكونه من اربع حروف مجردة بتدخل تحت المجرد الرباعي. المزيد برضو بينقسم لقسمين: مزيد ثلاثي ومزيد رباعي. يعني اللي هو الثلاث حروف ده هنزود عليه حروف يبقى مزيد ثلاثي، والرباعي ده هنزود عليه حروف يبقى مزيد ايه؟ رباعي. يبقى المزيد مزيد ثلاثي، يعني اللي هو الفعل اللي من ثلاث حروف هنزود عليه، هنزود لسه عليه، وفي مزيد رباعي. طبعا يا ولاد الافعال لا يمكن تزيد عن ست حروف، يعني اكتر زياده هنا هنزود، ممكن نزود حرف يبقى رباعي، ممكن نزود حرفين يبقى خماسي، ممكن نزود ثلاث حروف يبقى سداسي. هل يمكن نزود اربع حروف؟ لا، مستحيل طبعا، لان ما ينفعش فعل يكون سباعي، هو اخر حاجه السداسي. يبقى انا المزيد عندي المزيد الثلاثي ممكن ازود ايه؟ زياده حرف. الحرف ده ممكن يكون تضعيف او حرف عادي. اتنين زياده حرفين فيكون خماسي. ممكن ازود ثلاث حروف، زياده ثلاث حروف، وبساعتها بيكون الفعل سداسي. هل ينفع زياده اكتر من كده؟ لا، هي اخر زياده عندي ثلاث حروف. المزيد الرباعي بقى يا اما بزود حرف مزيد بحرف واحد، او مزيد بحرفين، ما ينفعش ازود اكتر من كده، لان احنا قلنا الافعال لا يمكن تبقى اكتر من ست حروف، فاحنا هنزود الرباعي يا اما بحرف واحد يا اما بحرفين. الحرف الواحد ده ممكن يكون تضعيف، وممكن يكون حرف عادي، والحرفين ممكن يكون حرف تضعيف وحرف عادي. فعادي التضعيف بنعتبره زياده يا اولاد، يعني التضعيف ده اللي هو ان انا شدد حرف، يعني مثلا عندي علمه ممكن اقول علمه، فكده زودت تضعيف، اذا دي تعتبر زياده حرف واحد. تمام كده؟ يبقى زياده الحرف مثلا زي الفعل مثلا ما هتبقى علمه،
انا كده زودت حرف، ضعفت اللام. اللام بعد ما كانت عالمة لام واحدة اصبحت اتنين لام يا ولاد، فبقيت علامة. كذلك لما ممكن حرفين زي مثلا تعلمة، لان هنا بقى زودت التاء وزودت كمان التضعيف بتاع اللام. خلوا بالكم يا ولاد ان لازم يكون كل الزيادات احكم على الفعل وهو ماضي، احكم عليه هو زائد ولا مزيد ولا مجرد، وهو ماضي لان الحروف المضارعه لا تعتبر زياده. يعني لو انا زودت الوقت مثلا الفعل فهم، خليته يفهم المضارع يعني، لا دي الياء لا تعتبر من حروف الزياده، حروف المضارعه لا تعتبر من حروف الزياده. كذلك الضمائر اللي هي يفهمون وياكلون وفهمته، تاء الفاعل وواو الجماعه والنون النسوه والكلام ده ما تعتبرش زياده. يبقى انا بخرج حروف المضارعه من الزياده، بخرج الضمائر من الزياده، ولكن الزياده اللي انا بحكم عليها امتى الفعل يكون مزيد؟ لما يكون في زمن الماضي وما فيش فيه اضافه اي ضمائر. هي الزياده زي ما احنا شايفين كده، يا اما بزود بالتضعيف، يا اما بزود حرف وتضعيف، يا اما بزود حرف فقط بدون تضعيف. تمام كده، زي شاركه مثلا، شاركة من الفعل شاركة هتبقى شاركة، زودت ألف هنا في النص. تمام كده، ممكن أزود حرفين زي الفعل طلقة مثلا، أخليه إن طلقة فبقيت ألف ونون، أصبح الفعل خماسي بعد ما كان ثلاثي أصبح خماسي. ممكن أزود است بقى اللي هم ثلاث حروف، استخرج للفعل مثلا خرج، واستفهم للفعل فهمة، وساعتها بيكون هو فعل ثلاثي ولكن مزيد بثلاث حروف أصبح سداسي. خلوا بالكم يا أولاد من الحاجات دي كويس جدا جدا. مزيد بحرف واحد، طبعا المزيد الرباعي ممكن نزود حرف واحد زي مثلا وسوسة او زلزلة، هنقول تزلزلة. طبعا انا هنا زودت حرف واحد، ممكن ازود حرف وتضعيف. عندي مثلا طمأنة، ممكن اخليها اطمأن. تمام كده، فانا كده زودت حرف وايه وزودت تضعيف، لا عشان الفعل ما يزيدش عن الفعل الايه السداسي. عرفتوا يا ولاد؟ يبقى الفعل المجرد هو ما كان خاليا من كل حروف الزيادة ولا يمكن الاستغناء عن أحد أصوله، مستحيل إن أنا أستغنى عن أي حرف من حروفه، لو جينا نشيل أي حرف هيختل المعنى. أما المزيد فهو فعل مزيد ببعض الحروف يمكن الاستغناء عن أحد الحروف الزائدة. ممكن المزيد ده يكون مزيد بحرف واحد، ممكن بحرفين أو ثلاثة لو كان هو ثلاثي، لو هو رباعي هنزوده حرف، أو ممكن نزوده حرف ونضعف حرف تاني بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اهم حاجة ان الفعل لا يتعدى ست حروف، ما فيش في الدنيا فعل اكتر من ست ايه من ست حروف. طب ايه هي الحروف يا مس اللي احنا ممكن نزودها؟ الحروف اللي ممكن اللي هي حروف زيادة يا ولاد مجمعة في كلمة سألتمونيها، هي دي الحروف اللي انا ممكن ازودها، غير كده لا. سألتمونيها اللي هي السين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والالف، دي الحروف اسمها حروف الزيادة، دي الحروف اللي انا ممكن ازودها على الفعل. تمام، خلوا بالكم ان حروف المضارعه لا تعتبر زياده. يعني لو جالي الفعل يفهم، جالي الفعل يدحرج، وقال لي هل هنا في زائد ولا مجرد، مزيد ولا مجرد، هقول له مجرد. خلوا بالكم من الكلام ده كويس، ليه؟ لان ياء المضارعه لا تعتبر من حروف الزياده. تمام. كذلك لو قال لي مثلا كتبوا، هل الفعل ده مجرد ولا مزيد؟ طبعا مجرد، لان الفعل اصله كتب، ولكن واو الجماعه دي يا اولاد ضمير لا تعتبر من حروف الزياده، فبحكم عليه ان هو فعل مجرد. احكم على اصل الفعل، اي زياده اللي هي ضمائر او ياء مضارعه ما بحكمش عليها. طيب يا مس، احنا كده خلصنا الفعل المجرد والمزيد. سهل جدا جدا جدا. الفعل المجرد بينقسم لمجرد ثلاثي ومجرد رباعي، ما كانت حروفه ثلاث حروف، والرباعي ما كانت حروفه اربع حروف اصليه ما فيش فيها اي حروف زياده. كذلك المزيد، في مزيد ثلاثي ومزيد رباعي، الثلاثي بزوده بحرف او اثنين او ثلاثه، اما الرباعي بزوده بحرف او حرفين، اللي هو الحرفين ده بيكون واحد يعني بيكون مزود بحرف او ومضاعف بحرف تاني. بس كده، ده درس المجرد والمزيد. ده درس المجرد والمزيد، وبيجي لي في الامتحان يقول لي استخرج من الفقره فعل مجرد وفعل مزيد، طبعا وبين نوع، هتقول مجرد ثلاثي ولا مجرد رباعي، كذلك هتقول مزيد ثلاثي ولا مزيد رباعي، وهتقول حروف الزياده لو انت عرفت ان هو مزيد. تمام، حلو جدا. ايه هو بقى يا مس الميزان الصرفي؟ ثواني هنمسح السبوره كده ونرجع. رجعنا يا اولاد، تعالوا نشوف. عند الفعل المجرد ده الثلاثي والمجرد الرباعي عايزين نوزنهم. العلماء قالوا لي عشان اوزن الافعال دي محتاجه للفاء والعين واللام، هي دي كفه الميزان اللي انا بوزن عليها. الفعل الثلاثي يقابل الثلاث حروف دول فعل. تمام كده، عندي مثلا فهمه اهو،
هوزنها على فعل. طبعا الفاء الاولى مقابل الفاء، والعين مقابل والهاء مقابل العين، والميم مقابل اللام. فده يعتبر ده كده انا بوزن ايه؟ بوزن الفعل. فما اقول فاهيمه هوزنها على فاعله. تمام كده يا اولاد؟ طبعا فعل على بعضها، ولكن انا مقسمها لكم كل حاجه لوحدها. فهمه تتوزن على فعل. تمام يا اولاد؟ حلو جدا. طيب كتب، كتب على وزن فعل برضو. يبقى اصل الميزان هي الفاء والعين واللام. اصل الميزان هي الفاء والعين واللام. اي حروف زائده بعد كده ببدا ازودها في الايه، في الميزان ده. يعني مثلا انا الوقت قلت عايزه اوزن الفعل الرباعي، عايزه اوزن فعل الرباعي اللي هو زلزلة. خلوا بالكم من الحركات اللي عشان نفس الحركات هنحطها. زلزلة ده مكون من اربع حروف. طب اعمل ايه مس في فعلة وهي تلات حروف بس؟ بنزود لام في الاخر، فعلة. يعني هتلاقيني بوزن كده وبقول فعلة على وزن زلزلة. تمام؟ طبعا بنشبكهم يا ولاد في بعض، يعني هتبقى كده فعلالة. زلزلة على وزن فعلالة. الرباعي بنزود لام بس في الاخر. طيب اي حروف بقى عايزه ازودها بعد كده هزودها برضو في الميزان. يعني بقول تزلزلة، تزلزلة هقول تفعلالة. نفس الزياده اللي هزودها في الكلمه هزودها مقابل لها في الوزن. يبقى اصل الميزان ايه؟ هو الاصل ان يبقى بثلاث حروف اللي هي الفاء والعين واللام على الفعل المجرد الثلاثي. فنفس الفعل بالظبط هحط قصاده فعلا. فهمه فعله، كتبه فعلا، ونفس الحركات اللي انا هحطها في الكفه الاولى هحطها في الكفه الثانيه يا اولاد. تمام كده؟ عندي زلزله هزود اللي هو الفعل المجرد الرباعي، هزود لام زائده بس تبقى زلزله على وزن فعلاله. طيب تزلزل على وزن تفعلالة. طيب عايزين يا ولاد نوزن مثلا الفعل استخرج مثلا، اهو استخرج. هو اصل الفعل ايه يا ولاد؟ اصل الفعل استخرج ايه؟ اللي هو خرج، والالف والسين والتاء زائده. اذا خرج على وزن فعل، خرج على وزن فعل، وزودت الالف والسين والتاء او مزودها في الميزان استفعل. يبقى استخرج على وزن استفعل. ونفس الحركات اللي هحطها في الفعل هحطها في الميزان. نفس الحروف الزائده في الفعل هزودها في الميزان. طيب عندي انطلق، تعالوا نوزن انطلق. انطلق هتبقى نفس اللي انا زودت هنا الالف والنون، هزودها برضو هنا انفعل، لان اصل الفعل طلق مقابل فعل. زودت الف ونون هزود الالف والنون في الوزن، انطلق انفعل. طيب يا مس انت قلت لي اي زياده هنزودها في الميزان، طب اي حاجه تنقص ازودها ولا انقصها؟ لا، اي حرف ينقص من الفعل هنقصه من الميزان. ازاي يعني؟ يعني مثلا عند الفعل وقف، وقف ده ماضي، طبعا وقف على وزن فعل، نفس الحركات وقف على وزن فعل. طيب الامر بتاعه قف، ركزوا كده، الامر بتاعه قف، حذفت الواو، نفس الوزن هحذف الفاء، الواو هنا مقابله للفاء هحذف الفاء في الوزن، هتبقى عل، وحط نفس الحركات قف على وزن عل. يبقى يا ولاد برضو النقصان بنقصه في الميزان. كذلك لما مثلا لما اقول صام، صام على وزن فعل. طيب لما خلاها امر تبقى الصم، ركزوا معايا كده، الالف ده اللي في النص هو اللي اتحذف، اذا الالف العين لازم تتحذف برضو مقابل الميزان، هتبقى صم على وزن فل. يبقى اي زياده يا اولاد بزود، اي زياده بزودها في الفعل بزودها في الميزان، كذلك اي حاجه بتنقص من الفعل بنقصها من الميزان. طيب انا ممكن هو انا بوزن افعال بس يا مس، ما ينفعش اوزن كلمات؟ لا طبعا ممكن اوزن كلمات. عندي مثلا الكلمه استقامه. تمام كده؟ استقامه دي اللي هي من الفعل استقام، يعني استقامه دي على وزن استفعل. طيب يبقى استقامه على وزن ايه؟ على وزن استفعل، وممكن يا اولاد على وزن استفاله. تمام كده؟ دي حاجات كده هتاخدوها لما تكبروا ان شاء الله. طبعا لما نكبر بقى وندخل الثانويه هنعرف ان الاستقامه دي ممكن تكون على وزن استفعل او ممكن تكون على وزن استفاله. بلاش نتطرق اليها دلوقتي،
كذلك يا أولاد، لو ضعفنا فعل، لو ضعفنا حرف لازم نضعف برضو المقابل ليه في الوزن. زي مثلا لما أقول تعلم، تعلم هتبقى على وزن إيه؟ على وزن تفعل. نفس الحكاية يا أولاد، طبعا علم على وزن فعل، وزودنا التاء فزودنا هنا التاء، ضعفنا اللام هنضعف مقابل لها الإيه؟ العين، تضعيف مقابل التضعيف. كذلك مثلا لما اقول مكتوب، برضو في الاسماء مكتوب على وزن ايه؟ انا الاصل عندي كتب، فكتب دي على وزن فعل فهزود اي زيادة هتبقى على وزن مفعول. بس كده يا ولاد، هو ده درس المجرد والمزيد ودرس الميزان الصرفي، سهلين جدا جدا مش فيهم اي صعوبة. ان شاء الله باذن الله هنعمل عليهم مراجعة في على القناة، وهنعمل قطع كتير جدا ان شاء الله باذن الله مراجعة. هيبقى لسه ناقصنا فقط الكشف في المعجم، هناخده ان شاء الله الحصة القادمة، وهنكون خلصنا كده النحو. كل الدروس بتاعتكم يا سنة تانية موجودة على القناة. يا ريت اللي عجبه الفيديو يعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.